اهلا بكم في بوث شركه زين العراق، ويانا خدمه الاس ام اس سولوشن مقدمه بنوعيها الاعلانيه والسيستم انتجريشن. اهلا وسهلا بكم. البنى التحتيه المتطوره تعني خطوات صحيحه للتحول الرقمي. في مؤتمر التحول الرقمي كانت شركه زين لها الاسبقيه بتقديم حلول مبتكره وحديثه من خلال تاهيل وتمكين مشاريع الدفع الالكتروني، مشاريع العداد الذكي، ومشاريع تعقب البيانات، حيث شركه زين اليوم ساهمت بشكل كبير في هذه المشاريع، وكان لنا لمسه نوعيه متطوره في هذه المشاريع لتشغيل كافة القطاعات الحكومية والأهلية. في ظل التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات، أصبح من الواجب حماية البيانات في القطاعات الحكومية والأهلية، وذلك عن طريق توفير خدمات السايبر سيكوريتي. IoT Services، حلول IoT لعالم أكثر ذكاءً. أطلقت اليوم زين أعمال الخدمة الوحيدة والمرخصة من قبل هيئة إعلام والاتصالات، خدمة اضغط للتحدث، حيث تسهل هذه الخدمة وتحسن الاتصال بين الشركة وموظفيها الموجودين بالفيلد في كل مكان. Next Generation Connectivity Solutions، تعني خدمة أن تكون more secure, more intelligent. حلول مراكز البيانات توفر لك بنية تحتية متقدمة وجاهزة لاستضافة الأنظمة والبيانات الخاصة بكم.